ايش رايك وانا اقول لك مره ثانيه يا عبد الرحمن؟ حلو صح؟ يسعد لي صباحاتك ناصر، وما شاء الله دائما متواجدين في قلب الحدث وفي قلب الدوحه، مثلا نقول خلنا نقول في سوق واقف بين المتعه والجمال والزوار المتوافدين هني. طبعا المتواجدين حقيقه قاعدين نشوف ان الجميع يعايش كاس الخليج، الجميع فرحان، الجميع مستانس، الجميع يعني يتكلم عن كاس الخليج، خاصه اللي هو دور الاربعه يتكلمون من راح يفوز، هل راح يفوز اللي هو خلنا نقول قطر، راح تفوز العراق أو السعودية. فالجميع للأمانة عنده تطلعات وعنده طموحات للفوز بكأس الخليج، وحق مشروع لكل المنتخبات بأنها تفوز. عندنا ضيف أيضا من السعودية ويقول البطولة السعودية. صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكلمكم الآن من نبض الدوحة، سوق واقف، ملامح قديمة، العصر القديم لدولة قطر، مع العلم أنها منطقة أجمل من أبراج المتواجدة في قطر كلها. بالنسبة للبطولة، بطولة تجمع أبناء مجلس التعاون، وهي عندنا أهم من بطولة كأس العالم ومن كأس العالم لما تحمله من أهمية، ورابط تجامع بين أبناء المنطقة. الكل رأى انطلاقة المنتخب السعودي، في البداية كان مهزوم من الكويت، إلا أنه يعيد بنا للذاكرة في كأس العالم عندما انطلق منتخب أسبانيا بداية مشواره بالهزيمة حتى حقق كأس العالم، وهذا ما أراه الآن بمشيئة الله. فازت قطر، فازت السعودية، الحال واحد، أهم شيء الحصول على الكأس. أهم شيء الكأس معك. نعم إن شاء الله. الكأس يعني. الكأس لنا بمشيئة الله. كيف شفت الأجواء داخل السوق؟ جميلة، العماني، الكويتي، القطري، العراقي، كلهم متوافدين على بعض، جلسة واحدة أحيانا نشرب شاي، نسولف مع بعض، نتبادل أجمل الحوارات. وأبلغ سلامي لأحمد الرواس والمتنبئ سيف الجابري، لا تتنبأ عن المنتخبات. الله يعطيك العافية. عندنا أيضا ضيف من سلطنة عمان، أبو غانم، وشخص معروف. أبو غانم، أجواء خليجية استثنائية. حياك يا صلاح، كيف الحال؟ أمسي عليك وعلى ضيوف كل استوديو، ونقول شكرا لأهل قطر على حسن الضيافة والاستقبال. ومن نزلنا من المطار إلى الحين وإحنا ما نشوف إلا كل ترحيب وكل خير، سواء مبارياتهم أو مباريات المنتخبات الثانية. كيف عايشتوا الأجواء الخليجية والبطولة الخليجية؟ حقيقة لحمة وحدة وروح وحدة وطاقة وحدة. والله الأغلب الناس ما جات للمنافسة إن باخذ البطولة، الأغلبية جاي يشجع، يشوف لعب حلو، يستمتع بالأجواء الحلوة هذه. احنا مباراة قطر والإمارات حضرنا شوط واحد، خلصنا الحين مباراة منتخب عمان. يعني الناس عايشة أجواء فرح، أجواء أعياد. نتمنى هالأجواء تتكرر، يعني نقول يا ريت احنا ما طلعنا نجلس، يعني نجلس هني نجلس هني نشوف الاجواء ونختلط مع الاخوان، اللي تلقى الكويتي يضحك معاك، السعودي يضحك معاك، البحريني، الاماراتي، العراقي، اليمني، كلهم ما في اي شيء. هذه كوره، ما فيها السياسه، السياسه لاهلها واحنا لنا كوره. البطل من؟ البطل صاحب الارض. تتوقع؟ تقريبا ان شاء الله. بارك الله فيك، استاهلوا، حياك حبيبي. مشكورين يا جماعه، حقيقه للامانه الكل يتطلع للقب والكل يريد يكون اللقب معه. هنا كنا معكم في سوق واقف. ناصر، لا تقول لي نسيت اسمك، الكلمه معك.